إذن إذا ثم سؤالات من طرف السادة الصحفيين يتفضلوا. يفوت تفضل المواطن سامحني. اسمع. لا فما معلومات الدول من علاش كان عندكم خلفية ولا فكرة باش تنورونا؟ يقولوا اللي وثيقة قرطاج معناتها فما بعض الأحزاب المعارضة ما صحت عليها لما قالت القانون متاع المصالحة ما يتعداش، يتكلموا على الحزب الجمهوري اللي هذه صحيحة ولا مش صحيحة، ولا كان عندكم معلومات ولا اللي نعرفه أنا شخصيا، وأنه على الأقل الاتحاد العام التونسي للشغل يقول قانون المصالحة الاقتصادية يلزم يكون محل نقاش أوسع ويلزم يكون محل توافق معناها كبير مش على مستوى فقط مجلس نواب الشعب. ننتظر وإحنا هذاك باش نقدموه طلب لمجلس نواب الشعب، إذا معناها يحبوا معناها يستمعوا لنا باش نقدموا لهم الإضافات ولا نقدموا لهم وجهة نظر متاعنا، إذا ما طلبوش منا. لكن اللي نعرفه أنه موقف رسمي من اتحاد العام التونسي للشغل وأنه يطلب المصالحة الاقتصادية تكون محل معناها نقاش أوسع وتوافق أوسع. تفضل. صحيح، في النسخة الأولى للوثيقة كانت موجودة مبدأ أن الناس اللي باش يصححوا على وثيقة الحكومة الجديدة تكون دعم فيه لقانون المصالحة الاقتصادية، ولكن الاتحاد الشغل وبعض أطراف المعارضة فعلا وصلوا باش نجحوا أنهم يلغيوا هذا الشرط للإمضاء على هذه، وتنجموا تشوفوا طول الوثيقة الجديدة ما فيهاش المبدأ هذايا. احنا نحييهم على هذايا وندعيهم أنهم من داخل البرلمان أو من خارجه أن ينضموا معنا في مجهوداتنا للتصدي لهذا المشروع. شكرا للحضور، خصوصا احنا ننتظر منك السيدة روضة، السيدة كلثوم، السيد العميد بطبيعة انت نعرفوا أدائك ان شاء الله معناها نتوحد الناس الكل ونعاونوا. تفضل مدام روضة، كان عندك إضافة. جمعية قضاة التونسيين بطبيعة الحال منضمة لائتلاف التصدي لتمرير هذا القانون على أهمية موقع القضاء في التصدي، معناتها لقانون معناتها ما يضمنش إعادة تكرار الانتهاكات بشكل عام وتمشي نحو ديمقراطية سليمة. احنا صدرنا اليوم موقف لأنه احنا الإضافة اللي نجموها اللي قدموها القضاة هي إضافة الخبراء في القانون. قدمنا دراسة يعني للقانون في مخالفته للدستور، للمعايير الدولية، للعدالة الانتقالية، في استقلالية اللجنة اللي أحدثوها اللي هي لجنة إدارية ما عندها حتى استقلالية على التأثيرات السياسية والسلطة التنفيذية، وزاد عمل التداخل. احنا ننتظر زاد في موقف هيئة مكافحة الفساد لأنه أصبحت وكأنها واجهة للتطبيع وإغلاق ملف مع المحاسبة على انتهاكات جرائم الفساد المالي. كذلك تعرضنا لنقاط مفصلة في يعني في بقية المخالفات اللي جت في القانون هذايا بالنسبة لمخالفات الصرف اللي استعادت خاصة الأساليب القديمة في مسألة العفو الجبائي اللي هي خطيرة وخطيرة جدا لأنها تعطي مناخ متاع تشجيع يعني رجال الأعمال على أنهم ينتظروا في كل مرة عفو تشريعي بمبالغ معناتها ما تجيش حتى في الأدنى المطلوب منهم أدائه على أساس يعني تفصي من المسؤولية هذه متاع واجب الضريبي. نقاط هذه كل حبينا احنا كجمعية قضاة وموقعنا وكقضاة نبينوها ونساهموا فيها في الجهد هذه، وباش نواصلوا بطبيعة الحال مع الاتلاف. وجهت نسخة منها للمجلس النواب باش نواجهوها. هو بيان صدر، هو صدر، هي في بيان مذكرة يعني فيه دراسة في بيان مذكرة. احنا فقط نطلب من لخيانه كل نسالش تحركات منفردة نسالش، اما المفيد وانه توا معناها بصفة احتياطية شنو ما الآليات شنو ما التحركات اللي نجموا نتوحدوا ونقوموا بهم مع بعضنا. ثم أنا اللي نطلبه بعد إذا وقع لا قدر الله لم يستمع إلينا شنو التحركات وخاصة من الناحية الدستورية والطعن معناها شنو الإمكانيات من بعد اللي معناها نعملوهم مع بعضنا. الوثيقة موضوع على ضمن 3000 معناتها احنا توا اليوم موجودين فيه. شكرا. الأخت كلثوم. أنا معناها حضرت اليوم باسم جمعية يقظة لأنه بطبيعة الحال يعرفوني أني معناها في جمعية القضاة التونسيين، ولكن زميلتي
أنا معناها عضو حاليا في جمعية يقظة، ونسجل معناها انضمام جمعية يقظة إلى هذه المبادرة للتصدي لهذا المشروع اللي يمثل خطورة كبيرة ليس فقط على الوضع الحالي للبلاد ولكن حتى للمستقبل البلاد، لأنه كما سبق وأني استمعت في المداخلات، وأنه إذا هذا القانون إن شاء الله ما احنا ما نتمناوش وباش نفعل ونعمل على أنه ما يتعداش، هذا راهو باش يزيد بالعكس يعطي ثقة في الناس اللي انتهكوا واللي قاموا بمعناها ارتكبوا جرائم فساد، باش يقاوا رواحهم في معناها في أريحية، وباش يواصلوا وباش يعطيوا ممكن حتى المشعل اللي غيرهم باش يواصلوا في سياسة الفساد. وذا علاش احنا لازمنا كنا اليوم معناها اليد في اليد ونوصلوا معناها صوتنا للنواب، وانا نعمل برشا على معناها العمل معناها معناها اقناع النواب بانه هالقانون هذا راهو خطر كبير على البلاد وعلى السلم وعلى الاقتصاد، معناها البلاد مش كما قاعدين يروجونا فيه، وإلا يحبوا يقنعونا وأنه هذا القانون باش ينهض باقتصاد تونس، لا مش صحيح، هذا باش يزيد يعكر، باش يزيد يغني ناس ويفقر أكثر أغلبية الشعب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لادي غيلو في جامعي. أنا فقط حبيت نسأل أخويا كمال الغربي، أنا لستاني التصريح اللي عملها رئيس الجمهورية أو الداخل خارجية حول المساعدات للمنظمات الدولية، إحنا هل المعلومة دقيقة أنها تم اتصال بجمعيات دولية، وما هي الجمعيات التي تدعم هذه المبادرة؟ لأن لنا الاتهام بالتعاون منظمات دولية خارجية كان اتهام بالعمالة، وهذا استخدمه بن علي سابقا في اتهام المجتمع المدني انه يتلقى دعم من الجمعيات الدولية. في هنالك جمعيات دولية طبعا حقوقية لا ريب عليها ولا غبار عليها، ونحن لسنا ضد التعاون مع اي جمعيات دولية ضدها، لكن مجرد اتهام او التواصل مع منه ورفض منه واتهام المجتمع المدني بانه يتعامل مع الخارج، نحن نخاف ان يتحول الى تهمه للعماله مع الخارج، وهذا كلام خطير، معناها ان تصبح منظمه المجتمع المدني لا تلقى دعم داخلي، وكذلك يحاولوا انهم يقطعوا صلاتها مع الخارج بحجه نحن مع عدم تدخل الخارج في شؤوننا الداخليه، شؤوننا الداخليه عدم التدخل الخارج في شؤوننا الداخلية، وعدم الضغط على الداخل من خلال استخدام الجمعيات الدولية ومن خلال منع الناشطين من السفر. بارك الله فيك. سؤال مفهوم. أولا في تدخل المنظمات الدولية مسار العدالة الانتقالية منذ البداية، موجودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موجود برنامج الأمم المتحدة للإنماء، موجود المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وإحنا نقدروا لهم هالمساعدة هذه. الآن الجمعيات الدولية تتحمل مسؤوليتها في طريقة تعاملها وعلاقتها بالسلطة، هي اللي تتحمل مسؤوليتها. المجتمع المدني التونسي حسبنا احنا آل عملنا، اذا لقيت عندنا تذيل لأي منظمة دولية ايا كانت، سواء اللي حاضرة معنا لهنا في البوديوم او للمنظمات الاخرى، حسبنا آل عملنا. فيما عدا ذلك علاقة السلطة بالمنظمات الدولية وعلاقتنا احنا، كل واحد يتحمل مسؤولية افعاله. مع الشكر. أنتوني فولي فير تيت تورونسيون. اوكي يا سيدي، مرحبا بكم كل مره اخرى، وشكر لكم مره اخرى، وان شاء الله تكون هالندوه الصحفيه تؤدي المفعول نتاعها في الاتجاه الصحيح.